بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر محمد من كنية مستر أو سنة تانية إعدادي، وتانا حصة في الوحدة الأولى من كتاب جام صفحة 27 والكلمات الرئيسية. مدمن addicted. نصيحة advice. يراجع أو يفحص check. خبير expert. صداع headache. رهيب horrible. فظيع horrible. خطأ mistake. وسائل التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا. يبعد take away. نسخة أو ينسخ copy. يختفي disappear. يستكشف explore. مستحيل impossible. رافعة liver أو مقبض liver، مقبض الباب. نموذج model. يسحب ويشد ويجر pull. الفضاء space. فجأة suddenly. آلة الزمن the time machine. السفر عبر الزمن time travel. مسافر عبر الزمن time traveler. المفردات الإضافية هواية هوبي، لعب على الإنترنت أونلاين جيمز، أونلاين جيم لو ألعاب جيمز. يعتقد أو يصدق believe، اعتقد أو صدق believed. مجموعة group. الوالدين parents. جزء أو قطعة piece. يضحك laugh فقط only. يبدو مثل sound like. متعب مرهق tired. يرد reply. رد replied. رياح wind. صفحة 28. تصبح بكم مشكلة problem. تصبح مشكلة بكم problem. يشعر feel قلق worried. يشعر بالقلق feel worried. يشعر feel متعب tired. يشعر بالتعب feel tired. يعطي give نصيحة advice. يعطي نصيحة give advice. لديه have صداع headache. لديه صداع have a headache. يبني build أو make آلة machine. يبني آلة build a machine أو make a machine. يأخذ have استراحة break. يأخذ استراحة have a break. يكون صداقات مع make friends with. يلعب ألعاب الفيديو play video games. ينشر صورة share a photo. يشاهد فيديوهات watch videos. ورتب غرفتي tidy my bedroom. tidy my bedroom. حروف الجر prepositions. مشكلة في a problem with. مدمنly addicted to. قبل النوم before bed. عن طريق الخطأ by mistake. by يعني عن طريق mistake خطأ. يؤمن بي believe in. على وجبة العشاء for dinner. لمدة طويلة لمدة يعني for وقت time long طويل. يبقى لمدة طويلة for a long time. يذهب go إلى to فراش bed. يذهب إلى فراش go to bed. على on وسائل التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا. على الانترنت on the internet. يذهب عبر go through الزمن time الفضاء space. يذهب عبر الفضاء go through space. جاهز لي ومستعد لي ready to. يلعب على الكمبيوتر play on the computer. يجلس على الكمبيوتر sit at the computer. تكلم إلى talk to. قلق على worried about. يسافر عبر الزمن travel through time. يسافر عبر الفضاء travel through space. يبقى through time أو through space قبلها حاجتين يا إما go يا إما travel. يسافر إلى الماضي travel to the past. يسافر إلى المستقبل travel to the future. اللي بعده جيد في good at. سيء في bad at. يظهر appear يختفي disappear. داخل inside خارج outside. يفتح جهاز turn on. يغلق جهاز turn off. الماضي past المستقبل future. ممكن possible مستحيل impossible. نقلب بالصفحة 29. يشعر feel felt felt. يقول say said said. يجلس sit sat sat. يأخذ take took taken. يخبر tell told told. يبني build built built. يقابل meet met met. يبين أو يعرض show should shown. بعدها language notes يعني ملاحظات لغوية. بتيجي تقول لي استخدم ليه تقول use شيء for اسم أو فعل في الاي ان جي. use شيء for اسم أو فعل في الاي ان جي. مثال we use the pen for write ولا for writing. طالما for يبقى الفعل في الاي ان جي بقى for writing. لكن لو قلنا to هنقول to write. to write لكن for writing. يبقى نستخدم القلم للكتاب. بعدها feel edge. edge يعني adjective يعني صفة. تاني edge يعني adjective يعني صفة. يبقى feel بيجي بعدها اسم ولا صفة. صفة. يبقى happy ولا happiness. happy. يبقى يشعر سعادة ولا سعيد. هتقول سعيد. يبقى felt happy.
تقول فيلت هابي، اشعر بسعاده. وان عندما اي بيست اجتزت بيست يعني اجتزت ماي اكزامز يعني امتحاناتي. بعدها ستوب بيجي بعدها الفعل في الاي ان جي، ستوب يعني يتوقف عن. مثال يو شود ستوب واتش ولا ستوب واتشينج؟ ستوب واتشينج الفعل في الاي ان جي عشان ستوب بعدها الفعل في الاي ان جي يتوقف عن مشاهده تو ماتش تي في كثير من التلفاز. التلفاز بعدها تيك، تيك وقت تو مصدر، تيك وقت تو ومصدر. مثال يعني يستغرق. مثال it took me يعني استغرق مني او اخذني two years يعني عامان. عامان ده الوقت، الوقت بعده مصدر ولا تو مصدر؟ يبقى تو مصدر. يبقى بيلد ولا تو بيلد؟ يبقى تو بيلد. ذا تايم ماشين يعني آلة الزمن. 34 وناخد كده القاعدة الصغيرة بتاعت النهاردة عن اعطاء النصح giving advice. giving advice يعني اعطاء نصيحة. النصيحة يبقى يجب، يجب يعني should، يبقى تقول فاعل should مصدر، او على العكس فاعل shouldn't مصدر، يبقى فاعل should مصدر، فاعل shouldn't مصدر. لو عايزين سؤال تبقى should فاعل مصدر او اداة استفهام should فاعل مصدر. اول سؤال انت ايه تاكل كثير من الخضروات؟ يجب، يبقى ايه؟ يبقى should. طب بعدها انت ايه موبايلك تغلقه اثناء النوم؟ يبقى يجب، يبقى should. طب انت ايه تدخن؟ لا يجب، يبقى shouldn't. طب الاطفال ايه ياكلوا كثير من الحلويات؟ لا يجب، يبقى shouldn't. يمكن استخدام شد مع اف وين. احنا خدنا في الحصه اللي فاتت ان مع اف وين كانت بنقول اف او وين مضارع ويل او وانت. طب هنا اف او وين مضارع شد او شودنت. تاني يبقى اف او وين عندنا اربع حاجات. اف او وين بعدها كده كده مضارع بسيط، مضارع بسيط قلنا مصدر او مصدر بس او دونت مصدر او دازنت مصدر. يبقى نكمل بفاعل ويل او فاعل وانت او فاعل شود او فاعل شودنت. ناخد مثال if you see people، لو انت بترى الناس being horrible online بيكونوا سيئين او فظيعين اونلاين على النت، يبقى انت ايه والديك؟ يجب ان تخبر والديك، يبقى يجب يعني شود، وتخبر تل والديك يور بيرنتس. هيقول لك في الامتحان يو شود ولا يو شودنت؟ لا اكيد يو شود، يجب ان تخبر والديك. اللي بعدها يو شود، انت يجب تشيك تتأكد ذات أن you can't buy anything، لا تستطيع تشتري شيء. وإن عندما you play games online، عندما تلعب ألعاب على الإنترنت، لأن لما بتيجي تلعب ألعاب على الإنترنت ممكن تقوم رايح جايب لك منتج قدامك كده وإنت يكون عندك رصيد فيزا، فإنت تقوم رايح ضاغط تقوم رايح إنت شاريها من غير ما تقصد إنك تشتريها، فلازم تخلي بالك وإنت بتلعب على الإنترنت. شوف كده عن مثالين بيقول لك you should، أنت يجب revise تراجع ول بشكل جيد. وإن، وإن بيجي بعدها إيه؟ مضارع. وإن بعدها مضارع مكتوب لك had، المضارع من had have. when you have. سؤال تاني وإن بعدها you go to bed، عندما تذهب الى السرير. وان ده بيجي بعدها مضارع يبقى جو. طب اللي بعد مضارع يا اما ويل او وانت او شود او شودنت، بيقول لك شودنت انت لا يجب انك تقفل موبايلك، لا يجب ان تقفل موبايلك لما تيجي تنام، يبقى يجب يبقى شود. صفحه 36 مكتوب هنا عنوان بيقول لك مناقشه التكنولوجيا الحديثه. ديسكاسنج يعني مناقشه نيو تكنولوجي، التكنولوجيا الحديثه. مكتوب سيتويشن يعني ما يقال في هذا الموقف. ريسبونس جمله الرد. بتيجي تتكلم عن التكنولوجيا الحديثه وتتناقش مع زميلك العبقري، هتنطق وتقول ايه؟ اول حاجه ممكن تقول له ما انواع التكنولوجيا التي نستخدمها كل يوم يا صديقي؟ فتقول له انا استخدم الهاتف المحمول واللابتوب وسماعات الاذن. فيما تستخدمهم؟ استخدمهم للدخول على الانترنت والموسيقى. ما هي اهم قطع تكنولوجيا لديك؟ اعتقد بانني مدمن لهاتفي المحمول. ناخد بالانجليزي اول سؤال what types يعني ايه؟ what ما types انواع of technology، ما انواع التكنولوجيا؟ do you انت use تستخدمها every day كل يوم. What types of technology do you use every day? What types of technology do you use every day? I often أنا غالبا أو عادة use استخدم my mobile phone يعني هاتفي المحمول، laptop and the headphones وسماعات الأذن، headphones سماعات الأذن. What do you use them for يعني فيما تستخدمهم؟ I use them أنا استخدمهم to log on the internet and for music، استخدمهم ل log on يعني الدخول على لجان الدخول على لذا انترنت and for music ومن أجل الموسيقى، بستخدم السماعات عشان الانترنت والموسيقى. Which is the most important piece يعني which يعني ما هي أو أي the most important أهم piece قطعة of technology أي أهم قطعة تكنولوجيا for you لك. قال له I think أنا أعتقد I am addicted. addicted يعني مدمن، أنا مدمن to my mobile phone. بيجي لك في الامتحان بيقول لك addicted not and for ولا with ولا to، تقول له to، addicted to my mobile phone. بكده نكون وصلنا لنهايه الحصه الثانيه. اتمنى تكونوا استفدتوا. هتاخدوا خمس كلمات تكتبهم في الكومنتس، واي استفسار ممكن تكتبه في كومنت وارد عليك، وتحلوا التمارين والسؤال اللي وقف عليك برضه تكتبه في كومنت. عندك كلمه مدمن اكتبها. يعني ايه كلمه مدمن؟ يعني ايه كلمه فجاه، كلمه مجموعه، كلمه يستكشف، كلمه فقط. تاني مدمن فجاه مجموعه يستكشف فقط. شكرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.